عايز أرجع بيك بعد إذنك للموضوع الفلسطيني أو هذه المذبحة، مذبحة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، مذبحة بأي مقياس إنساني عادي، بأي مقياس إنساني عادي، تحديدا خرق الهدنة من الجانب الصهيوني واقتراف مذابح شنيعة شنيعة. أنت مش متصور اللي حاصل، المذابح أكثر ضراوة وبشاعة وعنفا من الخمسين يوم الأولى من هذا العدوان على قطاع غزة بفلسطين المحتلة. خرق الهدنة كوم تاني خالص. المنشورات اللي بتتوزع وبتلقى على الفلسطينيين في منتهى السفور والبجاحة. الضرب عمدي للدفع بأهالينا الفلسطينيين إلى أقصى الجنوب الغزاوي الفلسطيني. طيب الرئيس زي ما قال كده، احنا بنتكلم دايما بحكمة وبهدوء وبعقلانية، ولكن تهجير الفلسطينيين خط أحمر مصري، خط أحمر، كلمة نهائية واضحة شاملة جامعة. طيب هل هدأ العالم، أي الرأي العام تحديدا، الناس البني أدمين؟ مش بكلمك على مواقف الحكومات، الحقيقة أن العالم لم يهدأ وعلى ما يبدو لن يهدأ ولا نريد له أن يهدأ. تظاهرة داعمة لفلسطين أمام مبنى صحيفة نيويورك تايمز، وده شيء مهم ولافت. وخلونا هنا نرحب أولا بدكتور إحسان الخطيب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة موري ستيت يونيفرسيتي من ولاية كنتاكي الولايات المتحدة الأمريكية. أهلا بك يا دكتور إحسان. تحياتي. تحياتنا ليك دكتور إحسان. يعني الجانب الصهيوني أو الاحتلال الصهيوني خرق الهدنة وبدأ في قصف الحقيقة شديد في غزة شمالا ووسطا، ويبدو أنه يعني مصر على دفع الفلسطينيين إلى الجنوب في غزة، أو أنه يحاول قدر الاستطاعة أنه يعمل عملية تهجير قسري. وبنقول أنه على ما يبدو أن الشارع العالمي لم يهدأ، وأن التظاهرات لا زالت مستمرة، وهناك بالفعل مظاهرة كانت لافتة للنظر جدا أمام مبنى نيويورك تايمز. كيف ترى هذا المشهد يا دكتور إحسان؟ يعني هذا المشهد يوحي أن هناك ما زال ضمير عالمي، هناك رأي عام عالمي ما زال يقف إلى جانب الشعب الفلسطيني، لأنه يرى ما يحصل وما يقبل بهذه الإبادة. يعني حتى موضوع ليس فقط حقوق إنسان، يعني قد تقدمت الإنسانية وأصبح هناك حقوق حيوان حتى. يعني أنا مثلا يعني احترام للجميع، وأنا فلسطيني يعني بعطيك المثل، يعني أنا عندي كلب البيت، إذا عاملته كما تعامل إسرائيل الفلسطينيين قطع الماء والطعام يعني أدخل السجن في أمريكا. فالموضوع يعني لا يعامل، لا يجوز، يعني هو يخطب الناس، يعني الناس الذين ليس عندهم عنصرية ضد العرب والمسلمين، وهذا فئة الشباب خاصة في أمريكا، ينظروا إلى ما يحصل ويخطبون لذلك، لأن هذا غير مقبول إطلاقا أن يعامل ناس بهذا الشكل. هذه حرب إبادة أمام أعيننا، نحن نرى ما يحصل، ولا يقبل أي إنسان عنده ضمير بهذا إطلاقا. الإعلام العربي وخاصة المصري تغطيته ممتازة، يغطي هذه المعاناة، ولكن الإعلام الغربي المينستريم ميديا يعني لا يغطي ما يحصل، يعني يغطي شيء بسيط جدا ويركز على الجانب الإسرائيلي. ليس هناك إنسان عنده ضمير لا يغضب لما يحصل في فلسطين اليوم. هل شكل التغطية يا دكتور إحسان صحفيا في الخارج، ويمكن تحديدا في الولايات المتحدة الأمريكية، بتختلف ما بين يعني أماكن إعلامية أو منارات إعلامية تنحاز إلى الجمهوريين عنها إلى الديمقراطيين؟ يعني هل هناك فرق ما بين CNN وفوكس في التغطية؟ لقد سكنت في هذا البلد منذ 1992، لم أحس يوم أني أعيش في إسرائيل الكبرى. يعني أنا أعتقد اليوم كأني أعيش في إسرائيل الكبرى. هذه ليست أمريكا، هذه يعني الإعلام الغربي منحاز تماماً إلى إسرائيل. الأحزاب الأمريكية الكبرى الديمقراطيين والجمهوريين منحازين تماما إلى إسرائيل، ويزايدون على بعضهم من يؤيد الدمار والقتل بشكل أكبر. يعني قباحة أكثر من، يعني لم أشعر بالخجل من كوني مواطن أمريكي أكثر من اليوم. يعني ما يحصل بأن هذا البلد جنسيتي
يقوم بحرب إبادة. يعني إسرائيل وأمريكا تقومان بحرب إبادة في غزة، ليس فقط إسرائيل، أمريكا شريك كامل في هذه الجريمة أمامنا. وللأسف الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي موافقين على هذه الإبادة. طيب دكتور إحسان، كأستاذ للعلوم السياسية، كيف ترى التصعيد الأخير، هذا الخرق المتعمد وغير المبرر من الاحتلال الصهيوني للهدنة؟ يعني عندما ترى هذه الحكومة الإسرائيلية المتطرفة اليمينية التي فيها يهود متطرفين دينيا عندهم حقد ويعبرون عنه، فهذه الإبادة قولا وفعلا، يعني هم يقولون نحن نقوم بإبادة، نحن نريد نكبة جديدة، نحن نريد تفريغ غزة. يعني نتنياهو قال ذلك، الأصوات الأخرى في الحكومة قالت ذلك، هم يريدون خلق نكبة ثانية، ولكن زبون هذا الشعب وعناده وتمسكه في أرضه رغم هذه الحملة الإبادة على هذا الشعب والوقوف المصري والموقف المصري الواضح الذي يرفض هذا التهجير وهذه الإبادة، هو الذي عرقل هذه الخطة الإسرائيلية. ولكن برأيي منذ اليوم الأول عندما حصل هجوم حماس في 7 أكتوبر كانت إسرائيل تحسب اليوم الذي تستطيع تفريغ غزة. يعني حتى رابين قال يتمنى لو تغرق غزة، فهم يريدون الأرض بدون الشعب، واعتقدوا أن هذه فرصتهم لخلق نكبة جديدة. توقعاتك للأيام القادمة إيه يا دكتور إحسان؟ يعني أيام سوداء سوداء. يعني للأسف هذا المشروع المجرم مستمر، ولا يمكن تحميل دولة واحدة عربية أو إسلامية مسؤولية الوقوف في هذا في وجه هذا الوحش المفترس. يعني هناك أمريكا وإسرائيل طرفان مشتركان شراكة كاملة بين إسرائيل وأمريكا في هذا الحرب. أمريكا تعطي السلاح، أمريكا تعطي القذائف، لقد أعطت إسرائيل قنابل بانكر باستر 2000 باوند كل قذيفة، 100 قذيفة. يعني هذه القذائف عندما تدمر الأنفاق هي تدمر ما فوق الأنفاق أيضا، فهذه حرب إبادة، أمريكا شركة كاملة. هناك أيام سوداء قادمة، هناك قتل وتدمير ما شاهدناه في شمال غزة سيتكرر في جنوب غزة، ولكن لا أعتقد أن إسرائيل ستحقق أهدافها لصمود هذا الشعب وللموقف العربي خاصة الموقف المصري في هذه القضية والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني. إذا كان هناك ما يغير في هذه المظاهرات، هذا الحراك الشعبي لن يغير في سياسة أمريكا. الذي يغير في سياسة أمريكا أن تتأثر مصالحها. مصالح أمريكا هي مع العالم العربي والإسلامي. الشعب الفلسطيني لا يعني شيء لأمريكا. لو اختفى الشعب الفلسطيني بكامله عن الأرض لا تهتم أمريكا، ولكن عندها مصالح مع الشعوب العربية والشعوب الإسلامية. إذا أخذوا موقفا واحدا واضحا من أمريكا، عندما تغير عندها تغير أمريكا حساباتها. طالما الموضوع فلسطين من ناحية وإسرائيل من ناحية، فأمريكا مستعدة أن تفعل إسرائيل كل شيء، وهي معها تماما 100%. صحيح. أنا بشكرك جدا دكتور إحسان الخطيب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة موراي ستيت يونيفرسيتي من ولاية كنتاكي الولايات المتحدة الأمريكية.